إيش الوقت لنكون مع اللقاء الفني بيقدم مسرح المجد إنتاجه الجديد تنين في تل أفيف إخراج نبيل عزر وبدور أحداث هالمسرحية حول العنصريين بلعب بطولة هالمسرحية سعيد سلامي وإياد شيتي. منرحب بإياد شيتي. مرحبا إياد. أهلا أهلا كيف الحال؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. إحنا قبل مرة التقينا وكان وقتها تحدثنا مطولا عن فيلم عرباني وهالمرة حديثنا راح يكون عن المسرح ومسرحية جديدة. يعني أنا بشكرك على اهتمامك ومتابعتك للأعمال الفنية. يسلموا. إيادنا نحكي عن تنين في تل أفيف إنتاج مسرح المجد. بلشتوا عرض هالمسرحية صحيح؟ نعم. كان عندنا أول عرض في 6/11 في حيفا. وانطلاقة من حيفا يعني راح يكون عندنا إن شاء الله جولة عروض. موفقين. المسرحية بتحكي عن أحمد وزكريا اثنيناتهم بيشتغلوا بتل أفيف مش بحيالة محل بالحمامات العمومية بتل أفيف صح؟ مزبوط. لأنه ما ليش اخترتوا هالمحل بالتحديد؟ لأنه ما قبلوهنش ولا بأي محل يعني. يعني كمان في هذا المحل صار معهن مشاكل لما زكريا بيقترح تعال نغير أسمينا يا أخي بلكي يقبلونا. ففي المحل هذا بالذات بفوت عند يعني رب العمل وبقول له هذاك بيسأله شو اسمك بغير من زكريا يعني بشكل سريع بغير من زكريا لزخاريا بدل زكريا العبد الله زخاريا بن عوفاديا بقول له. فبتطلع يعني بتطلع البلي عليه انه شو يعني يهودي. طبعا يهودي ابن يهودي ابن يهودية يا عيب الشوم عليك تستحيش يهودي وجاي تشتغل بالشروتيم ولك هذا شغل عرب روح عبيتك. المسرحية تقدم بقالب كوميدي ساخر مع أنه العمل بيتناول موضوع جدي ومؤلم وهو العنصري. الناس إياد برأيك أسهل عليها تتقبل هالمواضيع من خلال الكوميديا؟ يمكن هي أسهل أقرب للجمهور. الكوميديا السوداء ممكن تضحكك وتقرصك بنفس الوقت وإحنا بوضع اللي بحاجة نضحك شوي نفرفش شوي مع مزبوط بس تطلع من العرض بتبلش الحسابات إنه واو هيك وضعنا مزبوط ولا هذا إحنا هيك. كمان لما يكون في الموضوع تقيل كثير بتجيبه من ناحية الكوميدية من ناحية الكوميدية بيجي أسهل وأهون شوي يعني بتقبل الجمهور مواقفك بشكل إنه أوكي أهون. وبرأيك في إقبال على المسرحيات الكوميدية أكتر من المسرحيات العادية نصوص عالمية يعني معروفة؟ الناس تحب الكوميديا أكثر ولا يعني هو هون ما فيش معادلة يعني الجمهور بيحضر كل جمهور بيحضر العمل الراقي العمل الحلو العمل المنيح اللي محترم الجمهور الجمهور بيجي بيحضره بغض النظر كوميديا تراجيديا دراما مش شرط يعني الكوميديا هي اللي بتجذب الناس. لا هو احنا ميالين اكثر للضحك والانبساط لانه اوضاعنا يعني انت وما ادراك فبنفسه فبدن هاي اللحظات انه ينفسه فممكن يدوروا على اعمال كوميدية لكن برجع وبكرر وباكد انه العمل القوي بيجذب الجمهور كان بفرد كوميدي نفسه. او تراجيدي. نعم. بتعاون مع سعيد سلامي بهالعمل احكي لنا عن هذا التعاون بيناتكم. سعيد سلامي هو يعني اخ وزميل وفنان انسان راقي وانسان جميل جدا. احنا نعرف بعض من سنوات من شيء اكثر من 20-25 سنة تعاملنا مع بعض في المسرح عدة مرات وصار العمل هذا عن طريق الصدفة يعني. كيف يعني عن طريق يعني الصدفة؟ يعني أنا في المسرح قاعد وسعيد بتصل لي تليفون إياد وينك؟ بقول أنا في المسرح أنا بحيفة بدي أشرب عندك قهوة تعال. وهيك انخلق العمل؟ يعني هيك بالعادي يعني دايما سعيد لما بكون بحيفة بطل علي لما أكون بشفى عمل بطل عليه فأجا وشربنا قهوة وإحنا هيك عم نحكي ومنتخرف بقول له يا اخي وين بدنا نعمل عمل هيك مع بعض هيك مرتب ولا بقول لي انا جاي افاجئك انا في عندي عمل مرتبه لاثنين دويت وبدي اعمله انا وياك
ومن هون بلشت تنطلق الفكرة يعني. بلشتوا تشتغلوا على الموضوع. بإياد أنت أسست مسرح المجد، بنحكي شوي عن المسرح ووضع المسرح. بنسمع بالفترة الأخيرة إنه المسرح بواجه أزمات وصعوبات، وفيش ميزانيات وفيش أعمال وفيش جمهور. احكي لنا أنت تقييمك بالنسبة للمسرح من خلال مسرح المجد. مسرح المجد شوي يختلف عن باقي المسارح، لأنه احنا صلنا من 2008 تقريبا 2009 تأسس المسرح، ولحد اليوم احنا ما بناخذ ميزانيات. يعني ليش بتوجهوش تاخذوا ميزانيات؟ ليش؟ لا، هي القضية مش قصة انه مبدأ، انا اعتقد انه حق لنا انه ناخذ، احنا كمواطنين موجودين هنا بندفع ضريبة وبندفع، لكن انا بحب اكون حر، وما بحب انه حدا يجي يفرض عليك أمور يفرض معينة، يفرض علي بالضبط قواعده أو قوانينه، فحبيت أكون أكثر حر. طب كيف بتضمن استمرارية المسرح؟ من خلال عروضنا، دعم من هون، دعم بسيط من عدة جهات اللي ممكن تساهم ومقتنعة بمبدأنا وبأفكارنا. حلو. يعني احنا يعني زي قصة حرية، يعني مثلا حرية حاولوا يطلعوا ليها من سلة التقافية، حاولوا يعملوا معي المستمعين هي مسرحيتك شو عملوا مع الميدان، مع يعني مسرح الميدان. بس لانه انا يعني حاليا ما باخد مصاري من الوزارة، فما قدروا يعملوا معي شيء بالنهاية الأمر. بس اني حاولوا بالضبط نفس اللعبة اللي لعبوها مع الميدان يلعبوها معي. والمسرحية مستمر عرضها في المدارس الحرية، كانت من 2008 لحد اليوم كيف بقولوا نون ستوب. حلو، ان شاء الله على طول دايما هالمسرحية الحلوة الناس تشوفها. تنين في تل أفيف، وين راح يكون العروض القادمة؟ لأن نرجع نحكي عن مسرحيتك الجديدة. أقرب عرض راح يكون في شفا عمر في قاعة البلدية، وبهاي المناسبة أنا بشكر البلدية لأنه تبرعت لنا في القاعة في هذا العرض، وبشكر كمان شركة أوبتينايز اللي هي داعم كريم للمشروع. وين راح يكون العرض؟ بس العرض يوم الجمعة 27 الشهر الساعة 8 مساء. طيب. وبعدها بنطلع بنساوي العرض تبعنا تنين بتل أفيف، بقلب تل أفيف، بقلب تل أفيف. نعم، في 1/12 في جامعة تل أفيف. للجمهور الطلاب. نعم. حلو. طيب موفقين. نحكي شوي كمان عن مسلسل عرض في بداية هالسنة انت شاركت فيه، مسلسل سلمى. احكي لنا شوي عن دورك وعن هالمسلسل، واذا كان في اصداء حلوة كمان وصلتك. نعم، هو هذا المسلسل الدور اللي قمت فيه كان مغامرة حقيقة، لانه انا يعني مزبوط بقارب على 50، بس الدور اللي انا عملته المفروض يكون 70 فما فوق. أب متسلط شوي، ولكن أنا والمخرج دائما كنا نتساءل يعني رح يبين كيف رح نعمل هيك، كيف رح نساوي هيك. بس الحمد لله الأصداء والردود الفعل اللي أنا أخذتها على الأقل من اللي حوالي ومن ناس ما بعرفها يعني كمان حقيقة يعني كانوا مبسوطين وراضين. يعني واحنا زمان ما عملناش اعمال تلفزيونيه، فكنا جدا متشوقين متحمسين فعلا. في اعمال جديده بالسينما اياد؟ يعني اخر فيلم تحدثنا عنه جيت لنا هون على الاستوديو انت والمخرج عادي عدوان، وقتها تحدثتوا انه ممكن يكون في تعاون جديد بيناتكم، في امور جديده بالسينما حاليا مع عادي؟ لا، هو عم بيعمل فيلم اللي تعرف بالسينما ما يعني بده يختار التايبنج يعني الشخصية، ممكن يجوز انه ما فيش شخصيات اللي بهذا الفيلم اللي ممكن تلائمني او من ناحية جيل يعني. وبشكل عام بالسينما في عروض، في افلام جديدة؟ في قريبا راح نشارك ان شاء الله في فيلم، بس بعد ما بقدر احكي يعني التفاصيل لانه ما فيش اشي يعني كله حاليا بالهواء موجود. مشاريع بعدها. تمام. ممكن تتثبت عرض الواقع يعني خلال فترة قصيرة جدا. قبل ما نختم اللقاء ياد معك، شو الرسالة المهم كان بالنسبة لكم انه تمرقوها من خلال مسرحيتكو تنين في تل أفيف؟ احنا يا شادي وانت سيد العارفين احنا نصنع
حياتنا من ألامنا. وأنا بقول دايما أنه إحنا في عنا موارد وأيدي عاملة وطاقات رهيبة اللي ممكن تخدم مجتمعنا إحنا، ففيش حاجة نروح نخدم مجتمعات أخرى وحتى أنا أبني حالي كفرد، لا ممكن أنا أتطور وأعمل إشي في البلد ولأهل البلد وأنجح، ويعني إذا في إصرار وإذا في إرادة ممكن كل شيء يصير. طيب شكرا للفنان إياد شيتي، انبسطنا بالحديث معك وبالنجاح. شكرا لك. شكرا إلى اللقاء. باي باي.